فيكم من مركز أخباري قناة الكأس الرياضية في قطر، نشرة يوم من جديد وهذه أبرز العناوين. منتخبنا الوطني لكرة القدم يرفع نسق تحضيراته استعدادا لرحلة الدفاع عن لقبه الخليجي. الريان يضرب موعدا واعدا مع الغرافة في نهائي كيو اس ال لكرة القدم. في النشرة أيضا القحطاني والقاضي يخطفان الأضواء في ختام رابع جولات هذاب لقفز الحواجز. أهلا بكم. أكد أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي أن الاحتفال باليوم الوطني مناسبة عزيزة لاسترجاع نجاحات الوطن. وأضاف حسن الذوادي إن هذا اليوم موعد لتعريف أبنائنا بأمجاد دولة قطر وتحفيزهم لتحقيق مزيد من الإنجازات. في هذا السياق قال أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث إن اليوم الوطني ليس مجرد مناسبة وطنية بل يوم نستذكر فيه جميعا أمجاد الوطن منذ عهد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. وفي معرض حديثه عن كأس العالم شدد الذوادي على أن مشاريع المونديال متواصلة وأن جميع الملاعب ستكون جاهزة بحلول عام 2020. رفع منتخبنا الوطني لكرة القدم نسق استعداداته قبل التوجه إلى دولة الكويت للدفاع عن لقبه بطلا لكأس الخليج. منتخبنا الوطني يواصل تدريباته اليومية في أكاديمية التفوق الرياضي من أجل وضع آخر اللمسات الفنية ليكون على أتم الجاهزية لتحديات خليج 23. بعد أن طوى صفحة ليشتينشتاين الودية، دخل منتخبنا الوطني لكرة القدم المرحلة الأخيرة من الاستعداد لخوض دورة كأس الخليج 23 التي تقام في ضيافة الكويت بداية من 22 من ديسمبر الحالي. بتعداد يمزج بين عناصر المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي، استأنف العناب أجواء التدريبات في ملاعب أكاديمية أسباير تحت قيادة المدرب الإسباني فيليكس سانشيز. المعسكر الإعدادي الذي يتواصل إلى غاية 21 من ديسمبر الحالي موعد السفر باتجاه الكويت، يسعى خلاله الجهاز الفني لمنتخبنا لضبط اللمسات الفنية ومعالجة النقائص التي يشكو منها الفريق. الأجواء مثالية، أجواء جيدة. المدرب مثل ما ذكرنا في وقت سابق أنه عارف اللعيبة، عارف تفكيرهم، عارف الأجواء المحيطة فيهم، فبالتالي إن شاء الله ينعكس هذا بشكل إيجابي على اللاعبين داخل أرض الملعب، على بطولة كأس الخليج وحتى على نهائيات كأس آسيا 2018 اللي بتكون بالصين. تشكيلة منتخبنا الوطني شهدت ضخة دماء جديدة في الفترة الأخيرة، ومع ذلك فإن الجميع عازم على المضي بثقة كبيرة إلى الكويت من أجل كسب التحدي والدفاع عن اللقب. إن شاء الله نكون جاهزين، ممكن الفترة يعني كانت قصيرة لكن العناصر موجودة والمدرب يعني أعتقد مجموعة كثير من اللاعبين يعرفونه شخصيا واشتغلوا معاه يعني من قبل، فاعتقد التجهيز ماشي للحين وباقي لنا تقريبا اسبوع على اول مباراه في البطوله. بتفاؤل كبير واصرار على تشريف الالوان القطريه يخوض العناب غمار هذا الموعد الخليجي المهم ضمن المجموعه الاولى التي تضم منتخبي العراق والبحرين الى جانب اليمن. لاخبار قناه الكاس سمير بوخليفه الدوحه. سيضع نهائي كأس كيو اس ال لكرة القدم الغرافة في مواجهة الريان. الغرافة دون اسمه الطرف الأول لمباراة التتويج بعد الفوز على أم صلال بهدف دون مقابل في افتتاح المربع الذهبي. وفي المباراة الثانية المدرجة ضمن الدور نصف النهائي كان الريان الطرف الأفضل بعد أن تفوق على الخريطيات بهدفين دون مقابل. الريان انتظر دقيقة 16 ليصنع الفارق عبر سيباستيان سوريا. وفي الدقيقة 72 عزز دانيال غومو فوز الريان بهدف ثان ليؤكد جدارة فريقه بالتأهل لمباراة التتويج. خطف الفارس عوض القحطاني الأضواء في ثاني أيام الجولة الرابعة لبطولة هذاب المحلية لقفز الحواجز. القحطاني توج بطلا للمسابقة الكبرى في ختام أمسية سجلت تألقا لافتا للفارس الواعد حمد القاضي.
كانت الكلمة للأسرع، للأقل أخطاء أو لمن تفاداها بالمرة. مسابقة ضد الساعة كانت مسك ختام الجولة الرابعة لبطولة الذهاب لقفز الحواجز. عواض القحطاني كان نجم المسابقة الكبرى على الارتفاعين الأعلى 130 و140 سنتيمترا. أنهى المطاف بدون خطأ، تفوق على الجميع في مباراة التمايز التي ضمت نخبة العشرة الأوائل في الدور الأول حين قطع المسار في 59 ثانية و12 جزء المئة من الثانية. آل المركز الثاني لمبارك الرميحي ب 55 ثانية وأربعة أجزاء، وكان المركز الثالث من نصيب حمد القاضي، والرابع لنصر الغزالي، والخامس لراشد المري. كانوا أسرع من البطل لكنهم ارتكبوا خطأ كلفهم أربع نقاط كجزاء. بلغت الإثارة ذروتها في المسابقة المتوسطة والتي تروح خلالها علو الحواجز بين 120 و130 سنتيمترا. خمسة أسماء خطفت الأضواء في المسابقة. كان محمد طالب صاحب الزمن الأسرع لكن مغامرته كلفته أربع نقاط كجزاء ليفسح المجال أمام الرباعي المنافس على اللقب. دون أخطاء اعتلى محمد ناصر القاضي الصدارة ب 32 ثانية و52 جزء المئة من الثانية. حل ثانيا حسين هيدان بفارق 31 جزءا، وكان المركز الثالث من نصيب مارك رميحي بفارق 44 جزءا عن المركز الأول. أما المركز الرابع وبدون خطأ أيضا فحل جابر العمري. وجاي على الكلاسيك كان شوط صعب لأن هو يعتبر عن شوطين، الشوط الأول لازم تظهر بدون أخطاء وعشان تتأهل للشوط الثاني، والشوط الثاني راح يكون سرعة، وتأهلوا من الشوط الأول من 49 فارس تقريبا، تأهلوا 9 فرسان. ثمان جولات في الأفق بين شقب ونادي السباق والفروسية بحثا عن ألقاب جديدة ومواهب صاعدة في مجال الفروسية. لمركز أخبار قناة الكأس، محمد زقار. في إطار الاحتفالات باليوم الوطني، نظمت مؤسسة أسباير فعاليات متنوعة بمشاركة قوات الأمن الداخلي الإخوية وجناح الأثر. شملت الفعاليات عروضا مختلفة وزعت بين الفروسية وقفز الحواجز والطيران. قوات الأمن الداخلي الإخوية قدمت عروضا اشتملت كذلك على الركب العسكري وتشكيلات الطيران الشراعي التي حلقت بأعلام دولة قطر، بينما كان حضور جناح الأثر باستعراض قدم فكرة عن كيفية توظيف الكلاب البوليسية ومهارات تدريبها على اكتشاف الممنوعات ومكافحة الجرائم. هذا كما أقامت مؤسسة أسباير منطقة خاصة بالأطفال لممارسة مجموعة من الأنشطة الرياضية. هذه الحركة الثالثة اللي هي حركة مو يعطيهم العافية المدربين. شوف هذه جزء من الفعاليات تقام بمناسبة اليوم الوطني. راح يكون عندنا أربع فعاليات اليوم وبكرة. إحدى الفعاليات اللي احنا متواجدين حاليا فيها وهي عرض لخيول الأخوية، من بعدها راح يكون في عرض لكلاب جناح الأثر. بعد ذلك يكون عنده فعاليات مختلفة في حديقة سباير، لكن هذا العرضين جاء بناء على طلب الجماهير، هم شاركوا معنا العام وكانت عروضهم حلوة ولاقت إقبال من الجمهور، فجددنا التعاون معهم. حقيقة نشكرهم لأنهم لبونا بسرعة وقدموا لنا عرض جديد عن العام، فإن شاء الله راح يبتدون الساعة 3:15 لين الساعة 5. حقق السد انتصاره الثاني في مسابقة كأس الاتحاد القطري لكرة اليد. سواعد الزعيم تفوقت على الشمال ليرتفع الرصيد إلى 8 نقاط تضع الفريق في المركز السادس. الشوط الأول من المواجهة انتهى لصالح السد بفارق هدفين ب 16 ل 14 هدفا. وفي الشوط الثاني كثف السد عملياته الهجومية فاستحق الفوز ب 31 هدفا مقابل 26. يستضيف نادي قطر اليوم الأحد المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي كأس QSL لكرة القدم. المؤتمر يشكل أحد أبرز مواعيد أجندة يوم جديد، وهذه إطلالة سريعة على عدد من فعاليات اليوم الأحد. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بهدف لدون رونالدو، ريال مدريد بطلا لكأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه.
نرحب بكم مجددا. سقط نادي يوبن المملوك لأكاديمية أسباير من جديد في فخ التعادل. المباراة التي جمعت يوبن بضيفه سانتروند ضمن الجولة 19 من الدوري البلجيكي انتهت بلا غالب ولا مغلوب. بقت جميع محاولات يوبن للوصول إلى شباك المنافس بالفشل، وانتهى اللقاء بنتيجة التعادل دون أهداف. وبهذه النتيجة يضيع يوبن فرصة تحسين ترتيبه ضمن سعيه إلى ضمان البقاء، حيث يحتل المركز الأخير ب 13 نقطة جمعها من فوزين وستة تعادلات وعشر هزائم. أنهى ريال مدريد عام 2017 في أبهى صورة بعد تتويجه بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم. التتويج باللقب الخامس هذا العام جاء عقب تغلب ريال في المباراة النهائية على غريميو البرازيلي بهدف دون مقابل. هدف المباراة الوحيد حمل بصمة رائعة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الثالثة بعد الخمسين. ريال مدريد بات أول فريق ينجح في الاحتفاظ بلقب هذه البطولة التي يتوج بها للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 2014 و 2016، ليعادل بذلك الرقم القياسي الذي كان بحوزة برشلونة. يشار إلى أن ريال مدريد حقق خماسية غير مسبوقة هذا العام بعدما رفع لقب دوري الأبطال والسوبر الأوروبي إضافة لثنائية الدوري والسوبر الإسباني. على الطرف الآخر أنهى باتشوكا المكسيكي مونديال الأندية في المركز الثالث لأول مرة في تاريخه. بطل الكونكاكاف تفوق على الجزيرة الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف. كانت البداية من الدقيقة 37 عبر جوناثان أوريتا بيسكايا قبل أن يحرز خلف نمبارك الرازي هدف التعادل للجزيرة في الدقيقة 57. الأهداف الثلاثة لباتشوكا تتابعت وتناوب على تسجيلها كل من فرانكو هارا في الدقيقة 60، ثم روبرتو ديلاروثا عند الدقيقة 79. أما ختام رباعية باتشوكا فحمل توقيع أنخيلو ساغال من ركلة جزاء في الدقيقة 84. ارتفعت وتيرة التسريبات الإعلامية ذات الصلة بمستقبل المدرب أنطونيو كونتي في العاصمة البريطانية لندن. صحف إنجليزية بارزة ألمحت إلى احتمال انتقال كونتي لتدريب ريال مدريد مع نهاية هذا الموسم. المدرب الساهر حاليا على الإدارة الفنية لفريق تشيلسي يتصدر لائحة المرشحين لتدريب الملكي الإسباني في حال عدم تجديد عقد زيدان. هذا الأخير ورغم سلسلة إنجازاته التي كان أحدثها الفوز بكأس العالم للأندية، فإنه يعمل وسط عاصفة من الانتقادات بسبب تراجع أداء ونتائج الريال منذ بداية الموسم على الصعيدين المحلي والأوروبي. من جانبه يمر كونتي بفترة عدم استقرار مع تشيلسي، إذ يحتل المركز الثالث بفارق 15 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي. تبرز ماركا الإسبانية تقريرا عن المستفيد الأكبر من رحيل نيمار عن برشلونة. أما ديلي ستار الإنجليزية فتكشف عن تفاصيل تدخل كريستيانو رونالدو لإفساد صفقة أوزيل. تفاصيل أكثر مع منال سلمي في قبل الطبع. أهلا بكم مشاهدين أينما كنتم في قبل الطبع وقراءة لأبرز ما سيتصدر صحف هذا اليوم الجديد. البداية من المدى العراقية ونقرأ في صفحاتها تقريرا عن قضية اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية التي علقت نشاطها تحت العنوان التالي: الأولمبية العراقية بين الكيان المنحل والمؤسسة القانونية. قرار تجميد أنشطة الاتحادات الرياضية خطأ كبير يتحمله معلنوه، ولا حلول مرتقبة بلا استشارة رسمية مع الأولمبية الدولية. إلى الشروق الجزائرية التي تبرز تصريحا للجزائري مختار بالخيثر المحترف في صفوف الفريق التونسي ويقول:
لن ألعب لناد آخر في تونس، بل خطر أكد أنه قرر مغادرة فريقه التونسي، وذلك بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية. وبشأن وجهته القادمة، أوضح اللاعب أنه لن ينتقل إلى نادٍ آخر في تونس، مشيرا إلى أنه قد يعود إلى الدوري الجزائري، لا سيما أن أندية محلية قد أبدت رغبتها في ضمه مثل اتحاد العاصمة، مولودية الجزائر، إضافة إلى وفاق سطيف، وهذا إضافة لعرض آخر من أحد الأندية الفرنسية. عالميا، تناولت ماركا الإسبانية بالأرقام تألق مدافع برشلونة تحت هذا العنوان. جوردي ألبا المدافع الأكثر هجومية في الدوري. الصحيفة ذكرت أن ألبا استفاد من رحيل نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان، وهو ما سمح له في الظهور بوجه رائع هجوميا مع الفريق هذا الموسم. اللاعب البالغ من العمر 28 عاما نجح في صناعة 5 أهداف لزملائه في الدوري الإسباني منذ بداية الموسم الجاري، كما أنه أصبح 5 لاعب تمريرا في الثلث الهجومي. إضافة لهذا، فإن جوردي يملك نسبة تمريرات صحيحة تصل إلى 86%. إلى إنجلترا، حيث كشفت ديلي ستار عن تدخل كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد لإفساد صفقة من العيار الثقيل على برشلونة. نتابع التفاصيل تحت العنوان التالي. رونالدو يطلب من أوزيل رفض عرض برشلونة. الصحيفة ذكرت أن النجم البرتغالي قلق من إمكانية انتقال مسعود أوزيل صانع ألعاب أرسنال لغريمه التقليدي. وأضاف ديلي ستار أن رونالدو أخبر زميله السابق في الميرينجي بعدم قبول عرض النادي الكتالوني، كما قام بتشجيعه على خطوة الانتقال إلى مانشستر يونايتد. نقطة ختام هذه الجولة بين عناوين عدد من صحف اليوم الأحد. شكرا لكم على طيب المتابعة لفقرتي قبل الطبع. عودة الآن إلى لين زرك. شكرا منال. يستضيف النادي الإفريقي اليوم الأحد النجم الساحلي في قمة مؤجلة لحساب الجولة 8 للدوري التونسي لكرة القدم. الكلاسيكو التونسي المشتعل ينقل مباشرة عبر قنوات الكأس بدءا من الساعة 5 مساء. النجم الساحلي رابع الترتيب ب20 نقطة، يبحث عن فوزه السابع وتقليص الفارق بينه وبين المتصدر الترجي البالغ 12 نقطة بهدف، بل بهدف ضمان مقعد في المسابقات الإفريقية. في المقابل، يسعى الإفريقي الذي يتوسط الترتيب في المركز الثامن ب15 نقطة، يسعى لانتزاع نقاط الفوز للتقدم خطوة إلى الأمام في لائحة الترتيب. الإفريقي يتطلع لتحقيق الفوز الخامس للارتقاء أكثر بعد بداية تعد الأسوأ للفريق في السنوات الأخيرة. يسابق الاتحاد الإسباني لكرة القدم الزمن من أجل تفادي تجميد محتمل من الاتحاد الدولي لكرة القدم قد يعصف بمشاركة المنتخب في مونديال روسيا. صناع القرار الرياضي الإسباني فتحوا خطا للتفاوض مع المسؤولين في الفيفا من أجل تأكيد عدم تدخل الحكومة في الشؤون الرياضية. على بعد أشهر من مونديال روسيا 2018، يوجه الاتحاد الدولي لكرة القدم رسالة تحل محل إنذار إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم على خلفية الحديث عن تدخل حكومي في الدعوة إلى انتخاب رئيس جديد للاتحاد. فإلى أي حد قد تعيق إنذارات الفيفا مستقبل مشاركة الماتادور الإسباني في كأس العالم؟ الفيفا وبحكم مسطرتها القانونية مجبرة على التدخل والتحقيق في أي موضوع يتم فيه الحديث عن احتمال تدخل حكومي، لكن أعتقد أن الإشكال هنا حول شق قضائي بسبب ملاحقة رئيس الاتحاد بتهم فساد كانت قد طالت في السابق رئيس الفيفا نفسه جوزيف بلاتير. ويأتي إنذار الفيفا عقب دعوة المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا إلى انتخابات مبكرة للاتحاد الإسباني بعد سقوط رئيسه السابق أنخيل ماريا بليار في شرك القضاء على إثر تهم بالفساد وسوء استخدام النفوذ، لكن حكومة مدريد تؤكد قانونية الإجراءات المتخذة. نحن ننسق محادثات مع الفيفا والمجلس الأعلى للرياضة، الجميع مستعد للخروج بورقة توضيحية تجيب على استفسار الفيفا، وأعتقد أننا بعد عطلة أعياد الميلاد سنشهد الإعلان عن إنهاء هذا الإشكال. وفي وقت بدا الإشكال بين الفيفا وإسبانيا يخرج بالإعلام الإسباني من ساحات كرة القدم إلى أروقة القانون، ينتظر الإيطاليون بفارق صبر احتمال تجميد مشاركة منتخب لاروخا للظفر بمقعد إسبانيا في المونديال.
هنا في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تدور مشاورات مكثفة للرد على رسالة الفيفا والحيلولة دون عرقلة مشاركة منتخب لاروخا في مونديال روسيا 2018. لمركز أخبار قنوات الكاس، لمين خطاري، مدريد. ضمن الحرب المتواصلة على الفساد، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف رئيس الاتحاد البرازيلي 90 يوما. تم إيقاف دلنيرو على جميع بل عن جميع أنشطة كرة القدم المحلية والدولية، مع احتمال تمديد المدة بواقع 45 يوما إضافية. جاء الإيقاف بناء على طلب من غرفة التحقيقات في الفيفا التي تبحث عن انتهاكات لميثاق القيم في الاتحاد الدولي. ويعد دلنيرو واحدا من شخصيات عديدة تلاحقها العدالة الأمريكية في إطار قضية رشاوة تتعلق بالاتحاد الدولي. وفي ختام نشرتنا مشاهدينا، إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. منتخبنا الوطني لكرة القدم يرفع نسق تحضيراته استعدادا لرحلة الدفاع عن لقبه الخليجي. الريان يضرب موعدا واحدا مع الغرافة في نهائي كأس كيو اس ال لكرة القدم. القحطاني والقادي يخطفان الأضواء في ختام رابع جولات هذاب لقفز الحواجز. وريال مدريد بطلا لكأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه. شكرا على حسن المتابعة، في أمان الله.